السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد، رمضان كريم بصحه وسلامه وطول العمر وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. يلا دخلت الكوزينه وبديت كنوجد في الفطور، قلت خليني نشارك معكم حتى انا اول نهار في رمضان ونشارك معكم بزاف النصائح اللي غديروها وديروا بها في هذا رمضان، واللي هي اولهم اختي شاركت معك واحد العجينه المعجزه اللي عجين وحده خرجت منها ربعه الحويجات. وبركه عليا اختي، بركه من ديك عجن وحط عجن وحط صايب وحط صايب وحط. وهذا ميساج الاول في هذا الفيديو، ما تدوزوش وقتكم كامل في الكوزينه، لان رمضان راه الصلاه العباده الاستغفار الدعاء قراءه القران ختم القران، راه واحد 20% اللي كتبقى ديال الماكله، ولكن حتى توصل لك 3 ونص 4 ونص عاد تدخلي الكوزينه، ماشي من الصباح وانت داخله اختي وجد وحط وجد وحط، ما كيسالي داك الفطور حتى كتسخفي وتا شي حاجه ما كتكال، غير العين كتشبع قبل ما تكال وكلشي كيضيع والتبذير. علاش اختي تضيعي في صحتك وتضيعي في وقتك؟ لهذا نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تقولي انه صافي شهيوه وحده ولا جوج شهيوات، الله يجعل البركه. يبا كما كتشوفوا اول حاجه كنديرها هي انا كنعشق طويبله تكون زوينه، ماشي تكون عامره، لا تكون غير طويبله زوينه، جوج طويبله جوج زليفات جوج كويسات جوج معلقات جوج بلاطوات. انا ما كنبغيش ديك الطابله الكثيره اللي حط 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 وتا حاجه ما كتكال، نكتفي غير شوي 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 من حاجه ويكون الشوفه ديالها زوينه، الله يجعل البركه. وهذا كان ميساجي في الستوري اللي كنت هضرت مع البنات وقلت كاين هضري على هذا الموضوع، غادي نهضر مع فيكم معاكم في الاخر ديال هذا الفيديو، غادي نهضر في واحد الموضوع اللي زوين والبنات كلهم اللي في الانستغرام متفقين معايا عليه. دونك تبقاو معايا غادي نشارك معكم بزاف الحوايج في هذا الفيديو، بقاو معايا حتى الاخر. البنات بالنسبه للعجين ديالي اللي ديما كنشكرها، هذا ثالث فيديو كنشارك معكم فيها، وما كانتش ناجحه 100% ما تكونش هي المعتمده عندي، نديروها بعينكم غمضين. عجينه وحده كنخرج منها خبيزات ديال الدار، هادو بالزرارع كيجيو غزالين، نخرج منها دي باغيت، لي باغيت راه كيتنفخوا كيكبروا لان فيها الخميره. غادي ان شاء الله نشارك معكم بالشكل النهائي وتعرفوني علاش كنهضر. درت منها البيتزا وغندير منها مملحات اللي عامرين بالطون والبيشاميل والسوريمي وشويه الكفته. شوفوا لا فارس، واللي عندك ديريه، واللي عندك في الثلاجه جبديه شحريه وديريه. البنات بالنسبه للمملحات ديالي فيت شاركتهم معكم، والناس اللي ما شافوش لا فيديو غادي نعاودهم دابا خفان زربان. بالنسبه لاصوص بشاميل كندير معلقه ديال الزبده، جوج معالق ديال الطحين كبار، كنبقى نخدمهم مزيان، عاد كنبقى نزيد في الحليب وانا كنتحرك، عاد كنزيد مليحه وبزار. وملي كنسالي صوص بشاميل كنزيد عليه لافارس اللي عندك، اي حاجه عندك زيديها عليه، وزيدي الفرماج وعمري بهم ودخليهم الفران. بالنسبه لهاد لي باغيت ديالي كتلقيهم بالمدلك وكتبقاي دوريهم، يجيوكم تيبانوا صغيورين ولكن راه كيخمروا وكيتفقعوا، راه غادي نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. كنطولوهم كنجمعوهم بالجنيبات كنخليوهم يرتاحوا، كنشرطوهم بالموس كنديروا ليهم حتى هما الزرارع وحتى تيخمروا وندخلهم الفران يطيبوا. بالنسبه للمملحات ديالي اللي تما فايت شاركتهم معكم، انا عندي معتمدين تبقاو تشوفوهم عندي في رمضان بزاف حيت يعجبوني، كنبقى نبدل غير لي فارس غير التعميره اللي كنبدلها. البنات كما كتشوفوا دابا 6 قسمين، هو كيأذن مع 7 قلقسم، ما دخلتش الكوزينه بكري، دخلت معطله. علاش اختي ندخل بكري؟ انا ان شاء الله انا ساليت، دخلت مع 4:30 دونك 5:30 6 نقول ساعة ونص تبارك الله قديت الشغل كامل. كما كتشوفوا انا وجدت الطويبله ديالي وجدت لي زاسيات ديالي، وهنا غادي نقول لكم ما تبخلوش على راسكم بالمعنات، جبدوا لي المعنات ديال الضياف والمعنات الغاليين حطوهم لي اختي نتوما الاولين كلوا فيهم، وحاولوا انكم اي حاجه زوينه نتوما اولى بها كلوا بها. وكما كتشوفوا من بعد الطويبله هما الوصفات ديالي، عجين واحد اختي درت منه البيتزا اختي، ودرت منه خبيز الدار، واخا راه تحمر ليا شويه كتملاهيه، ولكن شوفي لي اختي شوفي باقي سخون، شوفي اختي شوفي 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 لي الخبيز كي تيجي، لا 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 باقي سخون تحمر شويه ولكن مزيان جا محمر. شوفوا لي الباكيت شوفي اختي شوفي شوفي، لا لا باقي سخون العجينه. البنات والله العظيم ما غادي تندموا عليها على حسابي. وهنايا المملحات كما كتشوفوا انا الا عمرتهم بالطون والبيشاميل والسوريمي وشويه الكفته، درت لهم شويه البيض، صفرت البيض مع الخل، شويه زنجلان وشويه الفخوماج غوج، وهذا فخوماج ورقه من الفوق، وهندخلهم الفران.
دونك كما كتشوفوا انا ساليت تحدي ديال ساعه ونص، راني مساليه صافي ندخل هادو للفران صافي وانا ساليت اختي. وهنا الميساج ديالي نتمنى ان شاء الله يكون يوصل انكم ما تضيعوش وقتكم بزاف في الكوزينه وما تضيعوش صحتكم في الكوزينه، شويه لهكا وشويه هكا وشويه هكا وشويه هكا كيف العاده. نصائح سكينه ما كتقادرش. دونك انتوا باقيين معايا حصل الاخر ديال لا فيديو ان شاء الله. البنات كما كتشوفوا هذه طويبلتنا المتواضعه، داكشي خفيف ظريف شوي شوي من الحاجه الله يجعل البركه. وكما شفتوا معايا راه ما ضربتش التماره كاع بزاف. بالنسبه للحريره والملوي صيفطاتو ليا ماما، لان ماما تبارك الله دار كبيره يعني ديما كدير الحريره كل نهار كتصيفط ليا حقي انا وراجلي. ما كنديرهاش صراحه، لكن ندير هكا غير دي سوب خفافين، ولا ندير هكا لا سوب ديال الكورجيت والبطاطا والحليب، اولا لا سوب ديال الخوي دماغ. الحريره كتصيفطها ليا ماما. واستعنوا بالامهات ديالكم، استعنوا بخواتاتكم، استعنوا بعقيزاتكم، صراحه استعنوا بهم باش هكا كيعاونوكم. وسورتو للعيالات اللي خدامات راه ما فيها باس امك تصيفط لك ولا عجوزتك ولا اختك. وبالنسبه للبريوات راه ديجا كنت شاركتهم معكم، صايبتهم ودرتهم في الكونجيلاتور. وهذه نصيحه مهمه البنات، جيبي 2 كيلو الورقه وديري دي فارس وشي ليله سهري على باباهم وديري في الكونجيلاتور. راه ملي كديريهم في الفران وتجبديهم بحال هي الله صايبتيهم، وهكا اختي باش تستهلكي بلا ما تهلكي في اليافاد رمضان والنهار رمضان وانتي واقفه الرجلين كيطيبوا عليك وكتعياي. نتمنى ديري بهذه النصيحه البنات. بصحة فطوركم، تقبل الله منا ومنكم. ودابا الجزء الثاني في هذا الفيديو اللي له علاقه مع الطياب والكوزينه والروينه. دابا كما كتشوفوا عندي الصاله باقا خاويه، باقي ما فرشتهاش. قلت علاش لي ما نديرش واحد ركن صالات فيها، لان انا باغي ان شاء الله ندير ركن صالات اللي بقى ديما في الدار معروف هذيك البلاصه ركن صالات. قلت دابا نديرو في الصاله نستغلها مدام خاويه وغادي نشارك معكم تشوفوا النتيجه. ديالهم اللي على علاقه مع الواقع ديالنا. داكشي البنات راه كله اشارات،
كذب عليك الكذاب، انا كنهضر على دي يوتيوبرز الفنانين الممثلين كلهم تما ولاو كيديروا الاشهارات. الوغ كيجي واحد لا مارك كتعطي لها هذه هكا داير لي الاشهار، تقدر تعطيها 30 جلابه كنت نهار تلبس لكم جلابه تقولوا هاد السيده راها ما عرفتش شنو، انا با غادي لها جلابه وهادي وهادي، كنت تقاتل مع راجلك ولا مع داركم ولا مع ولادك ومع خوك ولا مع امك غير باش ديري جلاله حتى انت بحالها، اولا الشيوات اولا الفراش اولا الديكورات اولا شحال من حاجه تنوضي كتعقدي راسك، تنوضي انك تحسي بطاقه سلبيه، تنوضي تحسي بالاحباط مقابل كتشوفي دي ستوريز اولا دي فيديو ديال واحد الحياه اللي لا علاقه مع الواقع وراها غير كلها كذوب في كذوب، راه قليل اللي عايشين بحال هكاك. الناس اللي عايشين بحال هكاك والله العظيم الا الناس اللي لاباس عليهم راه ما تعيشوش بحال هكاك، داكشي اللي كتشوفو راه بزاف. انا براسي كيجيني داكشي بزاف سواف ما عرفتش كيفاش غنوصلها لكم، انا لا نوصل لكم باش نكون محايده مع الطرفين انه ما تغريش بداكشي اللي كتشوفي، كوني قانوعه كوني سعيده بداكشي اللي عندك، شوفي النعم اللي ربي عطاك وشوفي الناس اللي قل منك اللي ما عندهم حتى شي نعمه من داك النعم اللي عندك، والحمد لله على اي نعمه ربي عطاها لك، ما تشوفيش اللي فوق منك، ما تشوفيش اللي كيمثلوا لك الحياه بالرفاهيه ولا في اونبوز وما عرفت شنو، سيدي بداكشي اللي عطاك الله طمحي خدمي. انا اللي ديما كنقول خدمي خدمي خدمي، ضربي تماره جمعي الفلوس وحقي داكشي اللي كتمني، كل شهر ندير حاجه كل شهر ندير حاجه بكرامتك بقيمتك براحه نفسيه ديالك، ماشي باحباطك ماشي بمعنويتك كامله كطيح ملي كتشوفي داكشي وكتبداي تقارني، والله العظيم الا جاوني دي ميساج ديال القلب يبكي بالدم سكينه حنا انا مابقيتش حامله راسي مابقيتش حامله حياتي، تشوفين البنات شنو دايرين، البنات ديما مسافرين انا 3 سنين 4 سنين ما سافرت، البنات ديما لابسين انا كنبقى من الشمس ريحه، كما قلت لكم البنات داكشي اللي كتشوفوا راه ملي تحداكم واش كيخلصوهم من جيبهم، راه تحداكم دوك الرفاهيه اللي كتشوفوا واش انهم كيخلصوا داكشي من فلوسهم، كاين اللي كيخلص داكشي من جيبو، ولكن الاغلبيه دوك اللي باش معروفين بزاف راه ما كيخلصوا حتى حاجه، راه كلشي فابور وكلشي اشارات وهذيك راه الخدمه ديالهم الله يسهل عليهم، انا ما ندخلش في خدمتهم رزقهم هذاك الله يسهل عليهم، انا هي اللي كيهمني نتوما. بنات كاين البنات مراهقات كاين البنات اللي ما باقي الريح طاش طايشين باقي ما عارفينش حق الدنيا ما عارفينش الزمان، تقدر تمشي تدرس مع راجلها ولا مع باها ولا مع خوها ولا مع اختها ولا مع امها باش تعطيها الفلوس، اولا تقدر تمشي تخرج للزنقه باش تقلب على الفلوس باش تشري داك الشيء اللي كتشوف عند ديك اليوتيوب او ديك المؤثره باش انها حتى هي دير دي ستوريز وتبان هكاك، سوا في اللبس سوا في المكياج سوا في الريحه سوا في السيكان، داك الشيء راه منو والو يكذب عليكم الكذاب، راه داك الشيء ما منو والو، لا اللبس لا السيكان لا الربايح راه كل شيء راه كيمشي، كتبقى قيمتك كتبقى راحتك النفسيه، راه الراحه النفسيه ما حتى شي حاجه ما تعوضها لك، الراحه النفسيه اللي هي الاغلبيه ما عندهمش بزاف البنات، الراحه النفسيه اللي الاغلبيه راه ما عندوش الراحه النفسيه البنات، لانه كنبيض انايا والله العظيم الا كنبيض واولا كيفاش كيديروا ليها وكيفاش كيعيشين ديك العيشه، راه انا حتى انا زعما كنتسمى مؤثره صغيره، ولكن الحمد لله الحمد لله على القناعه اللي عندي وعلى العقل اللي عطاني الله، عمري تغريت بشي وحده عمري خديت شي وحده انها كنت وخصني ندير بحالها ونولي بحالها، غدا بداكشي اللي انا كنحلم به بقناعاتي غدا بداكشي اللي انايا باغا ندير كنخدم كنضرب تماره، وهذا هو اللي باغا نقول لكم خدموا وضربوا تماره، راه حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل حتى شي واحد ما يعطيك حتى شي حاجه الا ولا كان شي حاجه ما هياش اولا بهذا الشيء اللي كتشوفوا ديال الاشهارات والكولابوراسيون داكشي ديال الفابور، ولكن راه خص تكون واحد الباج اللي كبيره بزاف 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 باش توصل داكشي، لهذا بلا ما تقارنوا راسكم بهم بلا ما تقولوا نوليو بحالهم، خدمي في داكشي المعقول خدمي في خدمه اللي هي حلاله طيبه وجيبي فلوسك بقيمتك وبكرامتك وحقي داكشي اللي كتمنى ان شاء الله. وكذلك غادي نجاوب على واحد السؤال اللي بزاف دايرني انني كنشد وقيله الملايين من هذا اليوتيوب وكنتخلص البنات، والله العظيم وهذا القران اللي قدامي الا ملي رجعت دابا اليوتيوب مازال ما تخلصتش، راه دابا شهر باش رجعت ما تخلصتش وما شديت حتى شي ريال منه، وعام قبل عمري تخلصت خلصه وحده اللي كنت تخلصت من هذا اليوتيوب كانت 800 درهم وربي شاهد عليا، وهاد لي فيديو دابا تخيلوا هاد لي فيديو اللي كندير تبارك الله راه طالعين شي شويه في المشاهده 5 هكا 6 هكا زعما راه طالعين 20 درهم اللي كيدخل لي الفيديو، من بين 10 درهم و 20 درهم حتى 30 درهم الفيديو، فيديو دخل لك 30 درهم شنو هي 30 درهم، لهذا راني خصكم راه ما كتدخلش فلوس ما كتدخلش ملايين، كاين اللي جا تيقول لي صحاب دايره الفيلا بالملايين دايره باليوتيوب، هاد اليوتيوب ما دايره به والو خضره فوق طعام وما عندو حتى شي حاجه، داكشي اللي كنخسر انا عليه كثر من انني ما تنشدوش ومازال حتى الان ما شديت حتى شي حاجه منه،
هذه ديروها في بالكم، اني اي حاجه كنعطيها كنعطيها من قلبي، كنبارطاجي معكم نصائح من قلبي، اي حاجه كنشاركها من قلبي، ماشي باش نتخلص وماشي باش نشد الفلوس. هاد الفلوس مازال اصلا ما بغاونيش ومازال ما شفتهمش، الا كانوا يجيو هنا لقدام مرحبا، الا ما كانش فيهم الخير الاهل يجيبهم. الحمد لله هكا واكله شاربه مرتاحه بخير الحمد لله. اللي كنقد عليه انني كنصور لكم نشارك معكم داكشي اللي انا كنبغي، كنحماق على البارطاج، كنحماق على النصائح، كنحماق على العنايه بالبشره، كنحماق على التاويل. نلقى ما فيهاش التبذير، ماشي من النوع اللي شري وحط شري وحط شري وحط، ماشي من النوع اللي كتخسر الفلوس بزاف صافي زيرت راسي كنز، ولكن ما بقيتش كنخسر الفلوس في اللي كان. وليت عندي اولويات في حياتي، وليت باغا راحه نفسيه من غير دوك التخبيقات الخاويه اللي مازال ان شاء الله غادي توصلوا لهذه المرحله ديال راحتك النفسيه، ما كتسوى حتى شي حاجه قدام حوايج اخرين. وان شاء الله باقي مواضيع اخرين غنبقى نهضر معكم فيهم، ومازال مواضيع اخرين غنبقى ننصحكم فيهم. نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كنخفف على قلوبكم. ما تنساونيش لي لايك لي كومونتير زوينين، وبارطاجي هاد الفيديو مع اي بنت عندها تليفون عندها كونيكسيون عندها انستغرام، باش تعاود انها تذكر ما تغربش بداكشي اللي كتشوف، ما تغريش بداكشي اللي كتشوف. اي باج كتحسي بها كتاخدي من عندها طاقه سلبيه، اولا كيجيك الاحباط منها، اولا كتبدي تقارني راسك معاها، وما لا عندها وما لا عندها وانا ما عنديش ولا، بلوكيها ديزابوني منها، ولا نكون انا منهم ديزابوني منهم، ما تبقايش تشوفيهم. شوفي بدي باج اللي عندهم طاقه زوينه، اللي عندهم كل كوراج تخدمي، اللي يحسوا بالنعم اللي عندك، اللي يخليوك تنوضي تخلبي على الفلوس بالحنان الطيبه، تفيقي الصباح وتضربي تمره وانت فرحانه وراضيه على داكشي اللي كديري. نتمنى هاد الرساله تكون وصلت. بسمات كبيره ليكم، تصبحوا لي على خير، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.